خلينا نروح مع حضراتكم عشان احنا عايزين ليه بنقول صباح النصر؟ بنقول صباح النصر لان احنا بصينا على بجد ريمونتادا كانت روعه امبارح. لو انت هتتكلم كده بطريقه فار هتقول فعلا كانت ريمونتادا روعه جدا. روح شخصيه الاهلي يمكن كانت بشكل كبير جدا كانت موجوده، وتحديدا في علي معلول اللي سجل زي ما حضراتكم اكيد تابعتوا هدفين في دقيقتين علشان يحول النتيجه بشكل يعني كامل من الخساره بهدف للفوز بهدفين طبعا مقابل هدف. وفي الوقت بنتكلم البدل الضائع، ناس بقى كريم كانت بتقول لك الوقت البدل الضائع ده هو ده اللي طلع روحنا الى حد ما، هو احنا ليه بنستنى لغايه بعد الدقيقه 90؟ يعني مش ده وقته ومش ده الكلام اللي احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نسمعه او حتى نتناقش فيه. احنا دلوقتي بنبص على النتائج، احنا دلوقتي بنبص على بطوله غاليه جدا على جماهير النادي الاهلي، احنا دلوقتي بنبص ان احنا ما فيش اي مجال او فيه رفاهيه الخساره، فالحمد لله ده محقق على الارض. فصباح النصر عن استحقاق، شفنا مباراه ولكن حتى لو كانت في الدقائق ما بعد اللي هي 90 بلس اللي احنا الى حد كبير برضو مرتبطه بينا، مش حاجه مفروض ان احنا نقف عندها كتير. مبروك علينا ماتش، الحمد لله عدينا منه كويس جدا. احنا عايزين الروح اللي لعبناها دي او اللي لعب بيها الفريق يعني لغايه اخر دقيقه تكون موجوده دايما وموجوده طول الوقت. ده شق. الشق الثاني بقى اللي عايز اكلم حضراتكم فيه برضو لان الملف ده لسه ما اتقفلش، هو طلب مجلس الاهلي باعاده طبعا ماتش البنك الاهلي بسبب الغاء هدف صحيح لينا بعد عوده حكم الفار طبعا في كره زي ما حضراتكم تابعتوا. ما اعتقدش ان هي تستدعي ابدا، وده باراء وتحليلات الجميع فكره العوده هنا اصلا للفار يعني وفقا لبنود البروتوكول الخاص بالتقنيه حسب ما احنا فاهمينها يعني. لكن بررها زي ما حضراتكم برضو اكيد تابعتوا رئيس لجنه الحكام بان الحكم او يعني زي ما بيتقال كده الحكم فيه نوع من الاحتفاظ بروح البروتوكول او الحكم طبق روح البروتوكول زي ما بيتقال، هو ده المصطلح الكريم اللي اتقال يعني. يعني الواحد بجد بيشوف وبيسمع حاجات غريبه جدا مؤخرا، لك روح البروتوكول ماشي مع كل احترامنا طبعا ما فيش مشكله، بس موضوع التحكيم ده فعلا اللي محتاج برضو وقفه زي ما احنا هنتكلم علشان الحكام فكره ان هم يراجعوا قراراتهم وما فيش مشكله ان يكون في برضو دورات زي ما بيتقال كده مكثفه لتطوير اداء الحكام. على فكره دي مش حاجه عيب لان دي لا اول ولا اخر ولا كانت زمان بس ومش موجوده دلوقتي ولا على فكره دي هتكون اخر مره، فادي الصوره بننقلها لحضراتكم، لكن من حقنا اعتقد ان احنا نطالب بحاجه زي كده.